أمس الزناتي ودلوقتي. لكن التعامل طبعا مختلف يعني، مع انه على فكره ده ما هوش من ايام الابيض والاسود ولا حاجه، ده يعتبر من 35 سنه، من 35 سنه مش كده؟ يعني كان في راحه نفسيه بنشتغل، اولا كلنا بنحب بعض، والجو ما فيش حد حاسس انه مش واخد حقه، يعني كل واحد مكانه محفوظ. يعني في وسط العمل استاذ عادل نجم العمل، انما كلنا كنا تحت ظروف صعبه، بنصور في كل صحراء مصر، من السويس للهرم للصحراء الغربية، علشان احنا بنلف بالعربية في اماكن كتير، فكانت معاناة، انما كلنا في ظروف واحدة، الناس كلها كانت في ظروف واحدة.